بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر الصائمين، فهذا ثاني مجالسنا في هذا الشهر المبارك الذي نتناول فيه نفحات رمضان وما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من الهبات والكرامات والأعطيات لعباده المسلمين الذين يقبلون بفضله ومنته سبحانه وتعالى على هذا الشهر المبارك. أيها الصائمون، ونحن نستقبل الليلة عاشر أيام رمضان مودعين بذلك ثلثه الأول، وما زلنا نتقلب في هذه النفحات الكريمة الربانية، فإننا بأمس الحاجة إلى مزيد من التأمل لاغتنام ما أودع الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك من الهبات والكرامات والأعطيات. تقدم في مجلس الأسبوع المنصرم الحديث عن اثنتين من تلك النفحات، أولاهما الفرح بمقدم هذا الشهر واغتنام الموسم، وثانيهما كان الحديث عن التوبة التي هي من أجل وظائف العبد وأعظم ما تكون في مواسم الخير والبركة. وفي هذا المجلس نتناول أيضا من تلك النفحات ثلاثا منها. أولها هذه العبادة الكريمة التي خص لها هذا الشهر الكريم، وهي الصيام، فريضة الإسلام وأحد أركانه العظام. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. فصومكم معشر الصائمين في هذا الشهر من كل عام أداء لما افترض الله جل جلاله، وإقامة لركن عظيم من أركان الإسلام. أما إن الصوم عبادة أجل، وركن جليل من أركان ديننا العظيم أجل، لكنه في هذا الشهر المبارك نفحة من النفحات التي يصيبها أهل الإسلام. أما إنه فرض تنتظره أمة الإسلام من عام إلى عام، ولما جعل الله عز وجل هذا الشهر المبارك ظرفا من الزمان له، اكتسب رمضان من الجلال والروعة والعظمة لهذه الأمور العظام، وعلى رأسها فريضة الصيام. صيامنا أيها المسلمون إمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كل يوم من أيام رمضان، 30 يوماً أو 29 يوماً كل عام. نعم، هذه هي الهيئة الظاهرة للصيام، ولا تتم حقيقته إلا به، ولا يصوم صائم إلا بتحقيقه بالإمساك عن تلك المفطرات، وأن يضحى متعبداً لله جل جلاله بذلك الجوع والعطش وذاك الإمساك. لكن الهيئة الظاهرة هذه للصيام بإزائها هيئة باطنة ينبغي أن تكون جنباً إلى جنب معها، إنها صيام القلب والجوارح وتحقيق المقصد العظيم الذي من أجله شرعت عبادة الصيام معشر الصائمين. وكلنا يسمع ويقرأ قول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى عمل قلب، والله عز وجل يقول: إنه فرض علينا الصيام لعلنا نحقق التقوى لله جل وعلا. فما التقوى؟ التقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب ربه حاجزاً ووقاية، ولا يتم ذلك إلا بامتثال أوامر الله جل وعلا واجتناب مساخطه ومناهيه سبحانه وتعالى. وذلك أوفر ما يكون للصائم وهو صائم، فإنه أبعد الناس عن المعاصي والآثام، وأكثرهم غشياناً للطاعة والقربة لله عز وجل، فتتحقق عنده حقيقة التقوى في صومه وهو صائم. والله عز وجل لما فرض الصوم قال لنا: لعلكم تتقون.
فالتقوى التي يراد للصائمين بلوغها في شهر رمضان لا تتحقق بمجرد الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات. لماذا؟ لأن مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات هو أداء وامتثال للهيئة الظاهرة لعبادة الصيام، وتبقى الهيئة الباطنة مطلبا لا بد من تحققه لبلوغ ذلك المقصد العظيم. أقصد أيها الكرام ما يلي: أنه ربما صام صائم في الظاهر وهو لم يطعم لقمة ولم يشرب شربة ولم يقع في شيء من تلك المفطرات، لكنه مع ذلك منخرم في مسألة تقواه لله عز وجل. عندما أطلق بصره في الحرام مثلا وهو صائم، أو أطلق لسانه في الزور وهو صائم، ومشت رجلاه إلى ما لا يحل وهو صائم، كل ذلك انخرام لحقيقة التقوى وغياب للهيئة الباطنة لعبادة الصيام. النفحة الإلهية في الصوم التي ينتظرها الصائمون ليصيبوا الموعود الكريم وينالوا الأجر العظيم إنما يتم بقيام تلك المعاني الحقيقية. فلا يصوم صائم بطعام وشراب وهو مفطر بجوارحه وهو منخرم التقوى بقلبه. واسمعوا إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ترك الزور، ترك الكذب وشهادة الزور واللغو وسائر الكلام الباطل مطلب، فمن لم يدعه في صيامه وهو صائم مع إمساكه عن الطعام والشراب والمفطرات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أرأيتم؟ إن مجرد الإمساك عن الطعام والشراب وأداء الهيئة الظاهرة للعبادة في الصيام ليست كافية لبلوغ ذلك المعنى العظيم. فتأمل مرة ثانية: فليس لله حاجة. ما لهذا شرع الله الصوم؟ ولم يكن الصوم في ديننا معشر المسلمين اختبارا على قوة التحمل للجوع والعطش، ليس هذا مطلبا. أتظنون أن الله لما أمر بالصوم يريد من عباده اختبارهم كيف يتحملون الجوع والعطش وكيف يصبرون في شدة النهار في الصيف والحر ونحو ذلك؟ أبدا، عبادات الإسلام أسمى مقاصدا وأجل. ولذلك قال: لعلكم تتقون. وبلوغ التقوى مرتبة جليلة يتنافس فيها الصالحون ويتسابق إليها الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فتحقيق التقوى من الصيام مطلب، وهو طريق ينبغي أن نسلكه أنا وأنت وكل صائم في أمة الإسلام إلى يوم القيامة، لأن الله قال لنا: لعلكم تتقون. فاجتهد عبد الله في سلوك درب التقوى بصومك وأنت صائم. الآن ألقِ معي نظرة رعاك الله على أولئك الذين أجهدوا أنفسهم إمساكاً عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، لكنهم تساهلوا كثيراً في شأن الجوارح البصر والسمع واللسان، فإذا بها تقع في شيء مما حرم الله، وإذا هي لا تتورع أثناء صومها وهي صائمة أو حتى بعد فطرها مساء في ليالي رمضان، فأي شيء يمكن أن يحمله قلب المسلم من معنى التقوى وهو يتسرب كل ليلة مما يجمع من رصيد الصيام؟ إن التقوى أمر جليل ومعنى عظيم يهبه الله عز وجل لتلك القلوب الطاهرة التي أغلقت منافذ الحرام فلم تسع فيها، ولم ينجح الشيطان في أن يتسلل إليها وقد تدرعت بإيمانها وتسلحت بصومها وهي صائمة في رمضان. ومن أجل ذلك كله يجد الصائم في أيام رمضان عونا من الله على مزيد من الطاعة، وهذا أحد أسرار إقبال النفوس المسلمة على الطاعات في رمضان. أما تجدون هذا الشعور معشر الصائمين؟ نجد نشاطا للطاعة في أيام رمضان أكثر من غيره في أيام العام، فيسهل على أحدنا الصوم وربما شق عليه سائر أيام العام.
ويقبل على قراءة القرآن وتكون له صحبة بديعة مع القرآن في رمضان، وربما كان سائر ليالي العام قد لا يقوم لله بركعتين، وربما نام ولم يوتر، فإذا هو في رمضان محافظ على القيام كل ليلة مع الإمام ويوتر قبل أن ينام. ما هذا؟ نشاط النفوس المؤمنة للطاعة في رمضان له سر، وأحد أسراره معنى الصيام الذي نعيشه في رمضان. وكيف هذا؟ لأن الصوم خواء المعدة وخلاء الجوف، وهو تضييق لمجاري الشيطان في ابن آدم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا كان الشيطان يجري في عروقنا معشر الصائمين، وعروقنا تضيق بالصوم في أيام رمضان، ضاقت مسالك الشيطان في أحدنا ولم ينفذ إلى ما ينفذ إليه عادة. إذن تأملوا معي، هي فرصة في ظل نفحة الصيام من نفحات رمضان أن نعيش جولة من جولات الظفر والانتصار على الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء. وبيسعي أحدنا أن يفعل ذلك متسلحا بإيمانه، متقويا بصيامه، ليجد حقيقة أن التقوى قد وجد لها أثرا، وأنها باتت تعينه على مزيد من الخطوات في درب الطاعة والتقوى لرب العالمين. من الأتقياء؟ وما شأن السلف الصالح في الأمة؟ هل كانوا ملائكة أو معصومين؟ أبدا، هم بشر مثلنا، يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب، لكنهم قوم أكثر منا اجتهادا في الطاعة والعبادة، وأقل منا ذنبا وخطيئة ومعصية. هذا الفارق الكبير، أكثر اجتهادا في الطاعة وأقل وقوعا في الذنوب والمعاصي. في رمضان أنت عبد الله يمكنك أن تجد هذا الشعور، فإذا أنت في رمضان أكثر طاعة منك لله في غير رمضان، وأنت في رمضان أقل ذنبا ومعصية منك في غير رمضان، إذن هذه خطوة من خطوات التقوى قد سلكتها رعاك الله. فاستثمر هذا واجعل هذه النفحة رعاك الله انتقالا لمسارك في عبوديتك لربك، واجعلها سلما ترتقي به اليوم وغدا وبعد غد، واجعل كل يوم من رمضان ارتقاء لدرجة من درجات التقى لله عز وجل. وأنت بوسعك أن تفعل ذلك، وأنت صائم ثم أنت بالليل قائم، وأنت فيما بينهما منتقل بين ذكر وقرآن وصلاة وعبادة، هي والله اجتماع لأسباب التقوى التي يتقوى بها المرء في طريقه إلى الله عز وجل. هنا سنفهم جليا معنى قول الحق سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففي طريق تحقيق التقوى من صيامنا دعوة إلى أمور أهمها: أولا، أن نربط تماما بين الصيام وتقوى الله عز وجل، وأهنهما لا ينفكان أبدا. فلا يصح أن يصوم صائم وهو أبعد الناس عن تقوى الله عياذا بالله، وأن ندرك أن الصيام مدرسة يتخرج منها الصائم بعد 30 يوما في رمضان، يتخرج منها عبدا تقيا لله، قد ذاقت نفسه حلاوة الطاعة، وذاقت لذة غلبة الشيطان وكسر شوكته في رمضان. افعل ذلك فإنه بوسعك عبد الله، وأنت معان إن شاء الله في رمضان بصومك وقيامك وقرآنك، فاجتمعت لديك من الأسباب ما لا يسعك والله أن تغفلها. وغبن والله أن يظل المرء منكسرا أمام شهوته، ضعيفا أمام شيطانه، مستسلما للنفس الأمارة بالسوء وهو في رمضان. ليس معنى هذا إعذار النفس في غير رمضان، لكنها في رمضان لا وجه لها أبدا، وقد أوتي من أسباب القوة والتمكين وثبات القدمين على طريق الطاعة ولزوم تقوى الله عز وجل. هذه واحدة. والثانية في مسألة تحقيق التقوى بالصوم، أن نستشعر أن كل يوم نصومه من رمضان،
وها نحن على وشك إتمام ثلثه الأول، فأخبرني عبد الله ماذا فعل ثلث من رمضان قد انقضى؟ ماذا فعل في قلبك؟ أي رصيد من التقوى وجدته قد زاد عندك؟ أي معنى للإيمان تشعر أنه قد ارتقى في رصيدك؟ اعلم رعاك الله أن هذه مسألة ينبغي أن تكون في الحسبان، لأننا قوم ننتمي إلى أمة كريمة، عباداتنا ليست طقوسا جوفاء ولا رسوما خاوية، فكيف إذا كانت العبادات ركنا من أركان الدين كالصلاة والصوم والزكاة والحج؟ تلك عبادات والله الذي لا إله إلا هو ما شرعها الله جل جلاله إلا لحكم عظيمة جليلة، وهي في مجموعها وفي أفرادها ترتقي بالعبد وتسمو بإيمانه وتجعله عبدا صالحا، تهذب ظاهره وباطنه وتقوم معتقده وسلوكه، فقط إذا سلك العبد طريقها الصحيح وإذا أتاها من أبوابها. واعلموا أن الصوم بابه الأكبر الدخول من باب تقوى الله عز وجل، فإذا أصبحت يوما صائما فتذكر أنه لا يسوغ لشيطانك أن يبلغ منك ما يبلغه منك في غير رمضان وفي غير اليوم الذي تكون فيه صائما لله. اسمع مرة أخرى إلى هذه الالتفاتات الإيمانية التي يرشد إليها شرع الإسلام في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه الكرامة العظيمة لعبادة الصوم لتدرك أنها نفحة جليلة والله من نفحات رمضان. ومهما تحدثنا عن عبادات رمضان يأتي الصوم أولا، لأنه جعل رمضان ظرفا لأداء هذا الفرض من فرائض الإسلام وإقامة هذا الركن العظيم. يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. عبادة الصوم وحدها الخارجة عن قانون الحسنات، وهو قانون الكرامة الإلهية، الحسنة بعشر أمثالها، لكن الصوم أكبر من ذلك وأجل، وحسابه عند الله أعظم من أن يضاعف بعشر أمثاله. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما ظنك بثواب عمل يقول فيه الرب الكريم سبحانه: فإنه لي وأنا أجزي به؟ الظن بربنا حسن والله، والمؤمل في ربنا عظيم الكرم، لكن لتدرك أن صومك يقع موقعا عظيما في سجل أعمالك وفي صحيفة حسناتك عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تمام هذا المعنى: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. انظر كيف يربط بين عبادتك وأنت صائم وبين الالتفات إلى معنى ينبغي أن تستصحبه، فصومك يجعل بينك وبين الزلل والخطأ والانجراف في مواقع ما لا يحمد أن يرى عليه الصائم، يجعل بينك وبينه حاجزا. يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. لا ينبغي أن يقع منك رفث ولا فسوق وأنت صائم. قال: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. أرأيت؟ يريد أن يجعل من صيامك شعارا تتذكر به في كل لحظة وأنت صائم أنك صائم، ومعناها أنك سالك في طريق التقوى، أنك عبد من عباد الله الصالحين، رضيت أن تسلك هذا الدرب وحمدت الله أن وفقك. فكلما أبصرت نفسك يوما عبد الله صائما لله فرضا في رمضان أو نفلا في غيره، اعلم أنها عبادة يحبها الله وكتب لها الجزاء الأوفى. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. 70 سنة يباعدك الله بها عن نار جهنم ليوم واحد تصومه في سبيل الله، تصومه احتسابا للأجر من الله. فكيف إذا صمت 2 و3 و4 و30 يوما في رمضان؟ أرأيت
كم هو الصوم عبادة عظيمة يكتب لها الجزاء الجزيل عند الله عز وجل والثواب الكريم. هذه واحدة من أعظم نفحات رمضان معشر الصائمين، وعندما نتعرض لها في صيامنا فيعني أن نغشى عبادة الصوم كل يوم مع أذان الفجر مستشعرين تلك المعاني العظام، مستصحبين أن الصوم عبادة ظاهرها الصوم وباطنها التقوى، وأننا بصومنا نحاول جاهدين أن تصوم آذاننا وأعيننا وألسنتنا قبل أن تصوم بطوننا وفروجنا. هذا الصوم هو المراد الذي يحقق للعبد تقواه لله عز وجل، فاجتهدوا رعاكم الله في استشعار تلك المعاني. فإذا ما تسلل الشيطان إلى أحدنا ووسوس له وزين له خطيئة الأمس وذنب البارحة وتلك المعاصي التي لا يسلم فيها أحد منا، سرعان ما التجأ أحدنا إلى صومه فاتقى به وساوس الشيطان ودفع بها مكيدته وقال إني صائم، فإذا ما جاء الشيطان يستجر قدمه في زلل، وإذا ما جاء يستفزه الشيطان في ساعة غضب ومخاصمة ولجج، تذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سبه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. أما شعرت أنه توجيه نبوي يشعل في داخلك هذا المعنى ويحاول أن يذكرك بعبادة الصوم التي ينبغي أن تكون رداءً تتقي به تلك الوساوس الشيطانية، فلا يستفزنك الشيطان وأنت صائم. واعلم رعاك الله أن العبادة بكل تلك المعاني العظام من شأنها أن تبلغ بأحدنا في يومه الذي يصومه لله مبلغاً عظيماً. في ختام تلك النفحة الكريمة من نفحات الصوم ومعانيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة إذا أفطر وإذا لقي ربه فرح. تفرح بكل يوم تصومه، ليش تفرح؟ أولاً لأنك امتثلت عبادة لله فأديت الواجب فتحمد الله فرحاً، ثانيا لأنك صمت يوما أعانك الله فيه ولولا عونه ما استطعت أن تصوم فتفرح. تفرح لأنك غلبت شيطانك وجوعت بطنك وأمسكت طاعة وعبودية لله، إنما ترجو الجزاء احتسابا من الله فافرح. تفرح أيضا لأنك تبصر في الأمة البشرية مؤمنها وكافرها من حرم من عبادة الصيام فلا يعرف لذته ولم يجربه ولم يداخل هذا المعنى الكريم من تقوى الله قلبه يوما، فإذا خصك الله بذلك من بين الملايين البشرية التائهة فاعرف نعمة الله عليك وافرح. تفرح لأن في أمة الإسلام من الصالحين والمخلصين والطائعين من لم يقوى على الصوم لمرض ألم به وظرف أحاط به يتمنى أن يصوم لكن المرض أقعده والآفة حالت بينه وبين الصوم، وهو يتقطع شوقا إلى أن يكون ممسكا مع الصائمين يشاركهم فرحة الإفطار عند غروب الشمس، فاحمد الله على ما من به عليك من ذلك وافرح. وهذا كله تعرض لنفحة من نفحات الله في هذا الشهر بأداء هذه العبادة العظيمة وهي صيام رمضان. ثاني النفحات في مجلسنا هذا أيها الصائمون الحديث عن نفحة هي عبادة أخرى تحوطنا في رمضان بين الليل والنهار. فإذا كان الصوم فريضة الصائم في نهار رمضان فإن القيام هو عبادة الصائم في ليالي رمضان. نعم، نفحة القيام، القيام بين يدي الله عز وجل بركعات في الليل عبادة كريمة اصطفى الله عز وجل لها من شاء من عباده ولا يرتقي إليها إلا الصالحون. قيام الليل سنة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، دأب الصالحين قبلنا، قيام الليل صفة من صفات أهل الجنة في مواضع كثيرة من كتاب الله الكريم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
وفي صفات عباد الرحمن قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وعدد ما شئت في المواضع التي يذكر فيها أهل الجنة فتأتي صفاتهم التي كانوا عليها في الدنيا، وإذا على رأسها قيام الليل. قيام الليل في كل أيام العام نور للوجه والقلب وسعة في الرزق وبركة في العمر واغتنام لبركات الأسحار. هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ لا يدرك ذلك ولا يناله ولا يسبق إليه إلا أهل الليل. أولئك قوم خلوا بربهم فأكسبهم نورا من نوره جل وعلا. أصحاب الليل يا أمة الإسلام هم الصالحون في الأمة، هم الفئة المصطفى الذين أذن الله عز وجل لهم أن يقوموا بين يديه في ذلك الوقت والناس نيام، أن يأذن لهم سبحانه أن تكون جباههم على الأرض يمرغونها تعظيما وتسبيحا وسؤالا وطمعا وافتقارا. فإذا بالعيون قد ذرفت، وإذا بالقلوب قد خشعت، وإذا بالجوارح قد لانت، وإذا بالقلوب قد رفرفت في سماء التقوى، لأنها قائمة بين يدي الله في ساعة يحبها الله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. من هم؟ قال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فكما كان لهم في جوف الليل عبادة تواروا بها عن الأنظار فلا يراهم أحد فقاموا لله قياما وركعا وسجودا، فإنهم يوم القيامة يجزون بجزاء أخفي لهم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. كم جاء من وصف الجنان في القرآن، وكم ذكرت أصناف النعيم في القرآن، ويبقى جزاء أهل قيام الليل هدية أخفى الله عز وجل وصفها الكريم عن عباده مبالغة في إكرامهم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيها الصائمون، هذا شأن قيام الليل سائر العام، فما ظنكم بالليل وقيامه في رمضان؟ هو والله عند الله أزكى وأشرف وأعظم أجرا، ودليل ذلك أنه خص بثواب دون غيره من أيام العام ولياليه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أرأيتم لماذا قيام رمضان خاصة جعل له هذا الثواب الكريم؟ لأنه في رمضان، في هذا الشهر المبارك الذي خصه الله من بين سائر شهور العام. فإذا كان العبد يتقلب في رمضان بين نهاره صائما وليله قائما، فاعلموا أنه واقف على أبواب المغفرة لا يبرحها ليلا ولا نهارا. قال عليه الصلاة والسلام في شأن الصوم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في شأن القيام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظروا كيف اكتنف رمضان بالصيام نهارا وبالقيام ليلا، كيف اكتنف أهل الإسلام بالمغفرة ليلا ونهارا. يراد لأهل الإسلام في رمضان أن يطرقوا أبواب المغفرة بالنهار صياما وبالليل قياما. يراد لأهل الإسلام أن لا يخرج أحد منهم من رمضان إلا وقد اغتسل من ذنوبه، فتكون رمضان في كل سنة تكون محطة يغتسل فيها العباد من الذنوب والأوزار والخطايا. ومن لم يدرك ذلك ولم يصبه عياذا بالله فذلك الأبعد المغبون الذي أصابته دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أمن على دعاء جبريل عليه السلام آمين، قال: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. كيف ما يغفر له؟ وكيف فاتته المغفرة؟ كيف فاتت؟
وأبوابها مشرعة بالنهار بالصيام وبالليل بالقيام. ماذا كان يفعل إذن؟ أن يعقل أن يدرك الشهر بأكمله فلا يدرك صوم نهاره ولا قيام ليله؟ هذه نفحة كريمة من نفحات رمضان في عبادة جليلة أحبها الله، فهي بين العبادات كالبدر في سماء الدنيا، وهي بين العبادات كالدرة في التاج على الرؤوس، تضيء إشراقا وبهجة ورونقا. أصحاب الليل يا كرام قوم بينهم وبين ربهم علائق، وبينهم وبين ربهم دعوات ومناجات ولذات، بينهم وبين الله ساعات بكت فيها العيون وارتجفت فيها القلوب وفرحت فيها النفوس، بينهم وبين الله مواعيد رأوا تحقيقها، بينهم وبين الله آمال طالما رفعت إلى السماء فوجدوها عناية إلهية وتوفيقا ربانيا، وجدوها سدادا في الأمر وسعة في الرزق وسعادة في الحياة. هذا قيام الليل سائر العام، فكيف هو في رمضان؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في قيام الليل. يا كرام نحن نطرق بابا من أبواب المغفرة بين يدي الله، ثم تأتيك المغريات وتأتيك الأعطيات. من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، تقوم مع إمامك حفظك الله دقائق معدودات قد لا تتجاوز الساعة، وإذا بلغت ساعة من الزمن فإنها لا تتجاوزها إلا بقليل. ساعة من وسط كم ساعة؟ من وسط ساعات تبلغ 8 أو 10 ساعات في ليالي رمضان. فإذا قمت بعشرها بساعة منها كتب لك الكريم سبحانه أجرك كأنما قمت ليلة بأكملها، لم تضع فيها جنبا ولم تغمض فيها عينا ولم تنصرف فيها عن محرابك رعاك الله. لما هذا؟ كرما من الله وإغراء للعباد للإقبال على هذا الباب والتعرض لهذه النفحات، أن تقوم مع إمامك حتى ينصرف، يعني حتى يقضي صلاته، فلا تكتفي بركعتين ولا بأربع ولا بجزء منها، بل تتم حتى تدرك ذلك الموعود الكريم. هذا القيام الذي أحياه النبي عليه الصلاة والسلام طيلة العام، لكنه إذا جاء رمضان كان له مع القرآن والقيام شأن آخر. المستمتع بربه عليه الصلاة والسلام، المتلذذ بمناجاته، الذي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه صلى الله عليه وسلم، ولما تشفق عليه أمنا رضي الله عنها فتسأله يقول أفلا أكون عبدا شكورا، تتورم القدمان، لكن يطغى شعور المتعة والأنس بالقيام بين يدي الله يطغى على شعور الألم في ورم القدمين الذي لا يحتمل. لكنه الارتقاء إلى المعاني العظيمة والسمو في معنى التلذذ بالعبادة بين يدي الله. أجل والله ستفهم قول الصحابي الآخر لما وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحكى في ليلة من الليالي وصفا عجيبا من قيام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولسنا ندرك بقية شأنه في تلك الليالي التي خلا فيها بربه عليه الصلاة والسلام. حكى أنه صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فقرأ بالبقرة فالنساء فآل عمران في ركعة في ركعة، قال ثم ركع ركوعا طويلا نحو ذلك، ثم سجد سجودا طويلا نحوا من ذلك. قد لا نطيق اليوم بصدق، قد لا نطيق تلك المراتب العظيمة الجليلة في طول القيام والاستمتاع به، قد لا تملك قلوبنا ذلك الأنس ولا فقه معاني القرآن إلى تلك الدرجة التي نخرج فيها عن عالمنا وحسنا إلى الارتقاء بالعيش مع القرآن والانغماس في لذيذ آياته ومعاني خطاب الله، ولكن لا أقل من أن ندرك أن قيام رمضان لا يتكرر، هو مرة في العام، فإذا فاتنا فبالله عليكم متى سندركه؟ أتضمن إن فاتك قيام الليلة أن تدركها غدا؟ فإن فاتتك اليوم لا تدري أي يوم سيكون عليك الغد، أتكون بين الأحياء أم قد واراك الناس التراب؟ يا قوم قيام الليل
في شأن حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام صفحة عجيبة، إذا قرأتها أو سمعتها تملكك العجب وأحاطت بك الدهشة. أي شأن كان للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مع قيام الليل سائر العام وفي رمضان على وجه الخصوص، تتملكك الدهشة والله. أما إنه عليه الصلاة والسلام ذات ليلة من ليالي رمضان خرج فصلى بأصحابه على غير ميعاد قيام الليل، فصلوا معه جماعة، وكانت تلك أول مرة يجتمعون فيها يصلون معه قيام الليل جماعة. فقضى عليه الصلاة والسلام نحو من ثلث الليل صلى بمن كان معه في المسجد، فلما أصبح تحدث الناس بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، فاجتمعوا في الليلة التالية فلم يخرج إليهم. فلما كانت الليلة التي بعدها خرج فصلى بمن كان في المسجد نصف الليل، ولما أصبح الناس تحدثوا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهم فصلى بهم، فاجتمعوا بعدها في الليلة الثالثة فلم يخرج. فلما كان في الليلة التي بعدها خرج إليهم صلى الله عليه وسلم فقام بهم قياما طويلا إلى السحر. فلما كان في الليلة التي بعدها امتلأ المسجد بالصحابة رضي الله عنهم ينتظرونه ليشهدوا الصلاة معه، فلم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام. فكانت الليالي التي خرج فيها إليهم ليالي وتر من العشر الأواخر من رمضان، فخرج ليلة دون ليلة. ولما اجتمعوا في الليلة الأخيرة وامتلأ بهم المسجد ولم يخرج إليهم، قابلهم في الفجر صلى الله عليه وسلم قائلا: أما إنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، فصلى الله عليه وآله وسلم. ترك الخروج إليهم والصلاة بهم جماعة خشية أن تفرض، ومن رأفته عليه الصلاة والسلام بأمته ورحمته خاف أن تكون فريضة، فترك قيام الليل بهم جماعة وبقي على الحث الذي يتسابق فيه الصالحون. فبقي الأمر على ذلك حتى كان زمن الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من ليالي رمضان، فرأى الناس متفرقين في مسجده صلى الله عليه وسلم أوزاعا، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل ومعه النفر اليسير، جماعات وفرادى متناثرين في المسجد يتناجون بكلام الله ويقرؤون القرآن ويقومون الليل في مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام. فتأمل الفاروق الراشد الملهم عمر رضي الله عنه ذلك المنظر وقال: لو جمعنا الناس على إمام واحد. ثم وجه رضي الله عنه وأمر بعض الصحابة الحفاظ كتميم بن أوس الداري وأبي بن كعب رضي الله عنهما، أمرهما أن يكونا إمامين للناس في صلاة التراويح في صلاة القيام في رمضان. فلما جمعهم اجتمعوا على إمام واحد، فكان الإمام يقرأ بالمئين في ركعة، يعني بالآيات ذوات المئات في ركعة، وما كانوا ينصرفون إلا عند السحر، يعني وقت السحور قبل الفجر، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. هذه صفحة مشرقة من قيام الصحب الكريم الذي تربى على يدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت تصلي التراويح عبد الله فاعلم أنك تقوم الليل، هو قيام ليل ويسمى في رمضان خاصة صلاة التراويح، فإذا جئت تقوم بركعة فاعلم أنها في صحيفة عملك قيام لله. ما القيام؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، الذين جمعوا قنطارا من الأجر، والقنطار مثل الجبل العظيم من الحسنات. هذه الوعود التي جاءت من أجل إحياء الناس قيام الليل في رمضان خاصة، ولم يزل شأن أمة الإسلام من بعد صنيع الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه على هذا الأمر العظيم، إحياء لسنة القيام. وإذا بجوامع المسلمين كل عام في رمضان في كل بلاد الإسلام تزدهر وتضيء وتشرق
بكتاب الله يتلى في المحاريب، وبالصفوف التي تصطف خلف الإمام يقرأ كتاب الله عز وجل، فتتحرك القلوب وتبتهج النفوس وتذرف العيون خشية لله، ثم الركوع تعظيما وخضوعا، والسجود هيبة وإجلالا وسؤالا ودعاء وطلبا وإلحاحا، ودعوات ترفع وإجابات تتنزل، ورحمات تغشى أمة الإسلام. فهذا الصنيع الذي تتابعت عليه أمة الإسلام غدا مظهرا بديعا من بدائع رمضان، وصفحة من صفحات الروعة التي تعيشها أمة الإسلام كل عام في رمضان. أجل والله، فما تزينت ليالي رمضان بالقناديل ولا بإعمار الأسواق ولا بشيء من اجتماعات الناس على الطعام والشراب، ما تزينت ليالي رمضان بمثل المحاريب التي تصدع بكلام الله، والصفوف التي تمتلئ بها المساجد، والدموع التي تذرف خشية من الله، والعيش اللذيذ مع كتاب الله تلاوة واستماعا وتدبرا ومناجاة لله عز وجل. قيام الليل نفحة من نفحات الله عز وجل، والصائم في رمضان أحرى الناس بأن يكون له حظ من الليل مع كتاب الله عز وجل. فإذا صليت وحدك عبد الله، أو صليت في جماعة إماما أو مأموما، فهي عبادة، استشعر معها ذلك التنبيه النبوي: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. اعلم كلما خطوت نحو المسجد متوجها لصلاة العشاء ناويا أن تدرك القيام مع إمامك، اقصد رعاك الله أن تنوي الإيمان والاحتساب، إيماناً أن الله عز وجل شرع هذه العبادة العظيمة، وأنها مما يحب الله جل جلاله، محتسباً الأجر والثواب من الله في تلك الركعات التي تصليها مع إمامك في المسجد رعاك الله. انوي بكل ركعة تقومها، وبكل آية تسمعها، وكل ركعة تركعها، وسجدة تسجدها، اقصد رعاك الله وانوي أن يكون عملا صالحا تثقل به ميزانك. انوي أن يكون للقرآن في قلبك وقع وأثر ونور وإشراق. انوي بالقرآن الذي تسمعه أن يكون لقلبك شفاء وضياء، أن يكون لحياتك بركة، أن يكون نورا لدربك، فإن الله جعل القرآن كذلك، وإنما الأعمال بالنيات. انوي كل ذلك لتنل أجر الله وكريم موعوده سبحانه وتعالى. فإذا صليت مع إمامك رعاك الله فاحرص على ذلك الأجر، من قام مع إمامه حتى ينصرف، فاصبر واحتمل. وإذا وفقك الله فصليت وأتيت تقوم الجماعة في صلاة التراويح مع الإمام في رمضان، فاعلم أنها دقائق معدودة لا ينبغي أن يتسلل فيها الشيطان إليك بشعور ملل أو تعب أو ضجر، لئلا يقول لك الشيطان: طول بنا الإمام الليلة، أتعبنا القيام، فيسرب إلى داخلك الملل لتكتفي بركعتين وتنصرف. وكم ود الشيطان والله لو حرمك من هذا الفضل رأسا، فإذا ما غلبته وأتيت جعل يجاهدك يزهدك في الأجر. فإذا سلم الإمام من ركعتين قال لك: يكفي يكفي، هيا انصرف، ويذكرك بأمر في السوق وآخر في البيت وثالث ورابع وخامس، يعجلك للانصراف. فإذا انصرفت، فإذا هي أمور الدنيا التي لا تنتهي، وأغراضها ومتاعبها ومطالبها التي لا انتهاء لها، لكنك لو صبرت وصابرت واحتسبت الأجر ونويت بتلك الدقائق التي تتم بها قيامك مع الإمام أنك ترجع بساعة يكتب لها قيام ليلة بساعاتها على طولها، فهذا والله من عظيم توفيق الله. فإذا وقفت خلف الإمام استمتع واستشعر معنى ما تسمع رعاك الله. فإذا ركعت فعظم ربك في الركوع، وإذا سجدت فأطل، هي همسة في السجود، هي همسة في أذن الأرض يسمعها رب السماء. أفرغ مطالبك وارفع حاجاتك واطرق أبواب الكريم، فأنت في رمضان وقائم بين يدي الله عز وجل. اجعلوا من قيامكم أيها الكرام في رمضان فرصة
للاستمتاع بهذه العبادة التي نقرأ عن شأنها ونقلب أخبارها في حياة الصالحين ومن قبلهم شأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا أن قيام الليل وهو نفحة من نفحات رمضان فإنها عبادة جليلة تكسب العبد مزيدا من صلاح وخير وسداد وتوفيق. أجل والله، قال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. النهار يمكن أن تقضي فيه أمورك، لكن الليل قال فيه الحق سبحانه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هذا القيام في كل أيام العام، فإذا كان رمضان فأنت تدرك أن صومك بالنهار قد هيأ لنفسك من استقبال الخير والنور والإشراق ما ليس في غيره. فإذا أنت في رمضان مستعد وقلبك منفتحة أبوابه ونفسك متهيئة لتلقي الخير والهدى الذي تفيض به آيات القرآن، أجل والله فما أثر في صلاح القلب شيء مثل الصيام والقرآن. وفي رمضان نحن نصوم النهار ونقوم الليل بالقرآن، فانظروا كيف اجتمع العجب. الصيام يحرث القلوب بالنهار، فإذا جاء الليل سقاها القرآن بمائه فأنبتت، تنبت القلوب والله أجمل ما تكون من ثمار الصلاح والتقوى والخشية والعبودية التي يتقلب فيها المرء نعيما وسعادة وأنسا في رمضان. وهذا أيضا مرده إلى أحد أسرار نشاط النفوس المؤمنة للطاعة في رمضان وإقبالها على العبادة أكثر من غيره من أيام العام، لأن العبادة تفعل فعلها في القلوب المؤمنة. ونحن كذلك في رمضان معشر الصائمين نتقلب بين نفحة الصيام نهارا ونفحة القيام ليلا، فإذا بالرحمات والبركات والهبات التي تنال العبادة عن يمين وعن شمال هي والله محض فضل من الله الكريم سبحانه وتعالى. أيها الصائمون، في ختام مجلسنا هذا وقد تناولنا نفحتين من نفحات رمضان ونحن نودع ثلثا من رمضان قد انقضى وثلثاه سيمضيان سريعا في الأثر، اعلموا رعاكم الله أننا ما زلنا نصلي على جنائز موت المسلمين إلى اليوم، وحتى صلاة العصر، وربما صلينا المغرب على جنازة بعضهم، لربما صلينا المغرب أو العشاء على جنازة من صام معنا أول الشهر. فهل كان بالله عليكم، هل كان في خلده وقد شهد معنا صوم أول يوم وثانيه وثالثه أنه سيدرك نصفه أم سيكون مع الأموات؟ وهذا السؤال لي ولك اليوم. ها نحن أدركنا ثلث رمضان، من لك بالله بأن تعيش إلى العيد وأن تكمل الشهر؟ فإذا أدركت هذا وعقلته جعلت كل يوم يمر عليك من رمضان كأنه آخر يوم في حياتك، فانظر ما أنت صانع عبد الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم ألزمنا عتبة العبودية وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا رب تقبل منا الصيام والقيام والقرآن والذكر والدعاء وصالح العمل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعله كله خالصا لوجهك الكريم ترضى به عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والسداد والهداية والرشاد يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إن الفضل فضلك
والخير خيرك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله إلا أنت. اللهم فاكتبنا في عبادك الصالحين المقربين، واجعلنا في رمضان من السعداء الفائزين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، واعف عن والدينا وعن أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم أنت الكريم المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. نسألك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، كما بلغتنا رمضان بفضلك وجودك ونعمتك، أن تبلغنا فيه عفوك ورضاك يا حي يا قيوم، وأن تكتبنا فيه من العتقاء من النار، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل كل يوم من رمضان حجة لنا لا علينا، وارزقنا فيه مزيدا من الطاعة والصلاح والتقوى يا حي يا قيوم. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الكريم الحميد، سبحانك ربنا ما أعظمك. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، ونستهديك فاهدنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا يا رب وارض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وبلغنا فيما يرضيك عنا آمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت، فاجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا، وأجب دعاءنا، وأعتق من النار رقابنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وأسوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.